أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صندوقا للابتكار بقيمة 2 مليار درهم تشرف عليه وزارة المالية ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية سواء للأفراد أو الشركات لتمويل كافة الأفكار الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية ويضم خبراء في كافة القطاعات لتقييم جدوى الأفكار ويوفر تسهيلات تمويلية وائتمانية وتنظيمية للمشاريع التي يتم تمويلها. وجاء الإعلان عن إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار خلال مؤتمر تمويل الابتكار والابتكار في التمويل الذي نظمته وزارة المالية اليوم في فندق سوفوتيل داون تاون في دبي. ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء إطلاقه لصندوق الابتكار إلى تأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة لتأسيس بيئات مالية وتنظيمية داعمة للابتكار سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة. وقال سموه: الاستثمار في الابتكار عوائده بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار. وأضاف سموه: إن حلقة الابتكار لا تكتمل وعجلة الابتكار لا تدور بدون بيئة مالية داعمة، واليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل ليكون الابتكار جزء من عجلة الاقتصاد ومكون أساسي من مكونات أنظمتنا المالية. وأضاف سموه: الدولة ضخت 100 مليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالميا، ولدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، ولدينا أنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر مع توفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار. اليوم نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكارا في المستقبل القريب بإذن الله. وقال معالي عبيد حميد الطائر وزير الدولة للشؤون المالية: تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها الطموحة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في مصاف الدول 10 الأكثر ابتكاراً بحلول عام 2021. شرفوني يا صاحب السمو أن أعلن عن موافقتكم الكريمة على إطلاق صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار بقيمة 2 مليار درهم كأكبر صندوق لتمويل المشاريع المبتكرة في المنطقة، والذي يهدف إلى توفير الحلول التمويلية للمبتكرين من مختلف القطاعات والمستويات في الدولة. حضر إطلاق الصندوق معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي السلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين.